مشاهدينا الكرام نحييكم وننتقل مباشرة إلى البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي لمتابعة المؤتمر الصحفي للرئيس أمين جميل. والمواطن كذلك الأمر ما عارف كيف بده يواجه هالمخاطر. نعرف تماما على صعيد الأمن أكان أمن انطلاقا من فوضى الجامعات اللي عم يتنقل من طرابلس لصيدا لبيروت لأماكن عديدة، وظهور السلاح، ولا من يحاسب ولا من بلا بيراقبوا يمكن بس ما في نتيجة، أو أكان على حساب كمان هالعصابات اللي عم تسرح وتمرح بشكل أخذ منحى خطير وغير مسبوق في البلد، في تعديات على أشخاص عم بتكون على خاصة الستات اللي ما عندهم قدرة للمقاومة في بيروت في الساحل وفي الجبل، دخول على بيوت وتشليح في البيوت، وكذلك أمر تعديات وخطف لوصول إلى فدية. هذه كلها ظاهرة جديدة بلبنان ما تعودنا عليها في السابق، وما في مين عم بيحمي، ما في مين عم بيحاسب. حتى المحاكم اليوم يتوقف شخص وبعد ساعتين بيطلع بإخلى سبيل. هالوضع الفراغ الأمني حقيقة شيء غير مقبول، وهالفراغ هذا على كل الصعود يعني ما بعرف لأي حد البلد بيقدر يحتمله، وهالاهترة اللي عم بيحصل نتيجة رح تكون وخمة. بعدين في بحثنا بموضوع أضراب النقابات، خاصة الوضع الاجتماعي المتردي، وهون كذلك أمر في تساؤل أنه نحن عم بالطبع نحن مع الحركة النقابية، نحن حزب ديمقراطي اجتماعي، فإذا ما ممكن نكون بجانب هالطبقة هذه ونكون متضامنين معها. طلباتها محقة لأنه صار إلى فترة طويلة هالسلسلة مجمدة، فلذلك من الضروري التوقف عندها. هلا الحكومة شو عم تعمل؟ نتأسف إنه في موارد كثيرة بتصرفها وما عم تستعملها. الهيئات الاقتصادية والمصرف المركزي وكذلك الأمر الجهات الدولية عم بتحذر من ممارسة العشوائية في معالجة قضية المالية، مالية الدولة وتأمين تبع أعباء الأعباء المالية لسلسلة الرتب والرواتب. إنما في هناك إمكانيات طائلة بمتناول الدولة. أين الأملاك البحرية مثلاً؟ الأملاك البحرية اللي ممكن تؤدي إلى مداخيل مهمة، والأملاك النهرية كذلك أمر، في أملاك نهرية عم تستعمل بدون حساب. في عنا يعني قضية الخصخصة، قضية الكهرباء اللي بتكلفنا مليارين دولار خسارة كل سنة، بينما معروف بمعظم الدول اليوم أصبحت الخصخصة على صعيد الكهرباء. وإلى ما هنالك من إهمال الدولة في جمع مواردها، وأعطينا أمثلة، فينا نعطي أمثلة عديدة، إنما ما في استهتار بالمالية العامة، في استهتار بتحمل المسؤولية ومواجهة هالأمور هذه بشكل يحمي من جهة مصلحة المواطن والعامل والموظف، وبذات الوقت تعزيز المالية العامة. أعطينا أمثلة، في أمثلة عديدة نبلش فيها ومنشوف أنه النتيجة بتكون لصالح الموظف وكذلك أمر لصالح الدولة. هلأ بحثنا كذلك أمر بموضوع قانون الانتخابات. يعني قانون الانتخابات حقيقة في شيء غير في مشحف بحق قوى سياسية. عم نوجه كلام قاسي جدا بما يتعلق بقانون اللقاء الأرثوذكسي، وكأنه هو أساس البلا في البلد، وكأنه هو الأساس المشكلة، بينما لا، عم بيتبين أكثر وأكثر. خلينا نحط قانون اللقاء الأرثوذكسي على جنب، هل يا ترى؟ ونحن حطيناه على جنب على كل حال، عم نبحث ككتائب، بحثنا بقانون الخمسين دائرة، بحثنا بموضوع بقانون الستين بأربعين نسبي وأكثر، وإلى ما هناك مجموعة نحن كنا
أكثر المبدعين بهالإطار، أكثر اللي تقدمنا بمشاريع حلول. إذا نحن مع إجراء الانتخابات بموعدها، مع الوصول للانتخابات تؤدي إلى شراكة حقيقية، وكذلك أمر تحفظ الوحدة الوطنية. هذا هو الهاجس عنا، فلذلك قدمنا بمجموعة مشاريع. فإذا المشكلة هي هون، مشكلة أنه ما عم نقدر نتفاهم، القوى السياسية ما عم تتفاهم على قانون يقدر يؤدي إلى إجراء الانتخابات بموعدها. نترك بعد مرة قانون اللقاء الأرثوذكس عجر، ما نعمله هو قميص عثمان، ما نعمله هو أساس المشكلة في البلد. أساس المشكلة في البلد منه هون. هلأ إذا ما توصلنا لحل يرضي الكل، لكل حادث له حديث، بس نحن كل الهم هلأ منصب وكل الجهود، ونحن عنا اتصالات من ساعة لساعة مع كل القوى السياسية أيا كانت، حتى نقدر نتوصل إلى وفاق حول قانون انتخابي يكون حقيقة يطمئن الجميع على تمثيل صحيح في مجلس النيابي. فهذا هو اللي حبيت ركز عليه، أنه الخلاف هو الآن خارج إطار قانون لقاء أرثوذكسي، هو للوصول بين القوى السياسية، يعني الكتائب، القوات، يعني المستقبل، يعني الأمل، حزب التقدم الاشتراكي، حزب الله، والمستقلين وغيرهم، كلهم معنيين اليوم للوصول إلى قانون القاسم المشترك، القانون اللي ممكن يأمن التمثيل الصحيح في مجلس النيابي. كلمة أخيرة كذلك أمر عن موضوع سوريا، هذا موضوع كذلك أمر توقفنا عنده، وفي وضع غير مقبول. نحن على أساس اتفقنا بإعلان بعبدة على الحياد الإيجابي، المؤسف أنه في خروج عن هذا المنطق، منطق الإعلان بعبدة اللي طالب بالحياد الإيجابي، عم نلاقي تورط من هون ومن هون، وانعكاساته عم تكون خطيرة على الصعيد اللبناني. وبضمن إطار الملف السوري كذلك أمر، بعد إعلان القرار الظني بعملية محاولة سماحة مملوك، وحتى وصول إلى حكم بالإعدام، طلب حكم بالإعدام، أنا متعجب وضالع فيها شخص بهالمستوى في سوريا اللي هو المملوك اللي عنده هالمسؤولية الطلعية بسوريا، كيف ممكن يتهم هكذا شخص بهذه المرتبة وما بيكون في ردة فعل من قبل السلطة اللبنانية، من قبل وزارة الخارجية وغيره على صعيد الدبلوماسي، وكذلك أمر على صعيد العلاقات الدولية؟ في جريمة موصوفة ارتكبت، في شخص متورط وهو مسؤول كبير بدولة معينة، لا يمكن أن تبقى المؤسسات اللبنانية كأنه الأمر لا يعنيها. أجواء نتأمل، نحن دائما إيجابيين، منشوف الأنينة نصة ملان. نحن عندنا ملء الثقة أن القوى السياسية رح تتفهم تماما مسؤوليات، تستوعب مسؤولياتها بهالمرحلة بالذات، في خراب للبلد أنه ما يصير انتخابات، في خراب للمؤسسات ولسمعة لبنان بالخارج وللنظام الديمقراطي اللبناني أنه ما تتم الانتخابات بموعدها. فلذلك في هون وقفة وجدانية من قبل كل القوى السياسية، لابد ما أنه نتوصل إلى حل توافقي كما ذكرت. هذا اللي عم نشتغل عليه من ساعة لساعة، ولابد ما أنه نتوصل لنتيجة، ويتحمل كل واحد ما بيساهم بهالحل بكون هو عم يتحمل مسؤولية تجاه الضمير، تجاه التاريخ، وتجاه الأجيال الطالعة. نعم. هل أنتم على اطلاع على هالهيئة؟ نعم، نحن على تواصل، ما بخفى عليكم أنه من ساعة لساعة عم نلتقي مع بعض القيادات في معظم القوى، لا سيما مع تيار المستقبل، وعلى تواصل مع حلفائنا حتى نفكر بحل. نحن كحزب كتائب مثل ما أنتم بتشهدوا أكثر حزب بتقدم باقتراحات حلول،
وأكثر حزب حريص على الصالح العام وعلى أنه نتوصل إلى قانون انتخابي عادل، وسنستمر بهالجهود حتى نوصل لنتيجة. خاطر رئيس اليوم رئيس بري أعلن أنه ما راح يقر إلون المشورة لرئيس المجلس النواب لأنه ما حاز على موافقة غالبية الكتل. يعني نحن متأمل أنه يوقف الرئيس بري عند هذا الموقف، لأنه كنا موعدين كذلك أمر ما يتحول إلى اللجان المشورة القانون إلى اللجان المشتركة، وتحول. نتذكر وقت نوابنا طلبوا أنه يتأجل البحث باللجان المشتركة ولم يقبل بذلك الرئيس بري، فنأمل بأنه يعطى مجال الرئيس بري يعطي مجال لوصول هذه المساعي الخيرة للحل. يعني ما في شك انه هالتطورات الاخيره بما يتعلق بانه الانتخابات خلقت فتور بين افريقاء 14 اذار، نحن من اورفيا وهذا شيء واقع ما في الواحد ينكره، انما بذات الوقت انا عندي ملء الثقه انه هذا ما راح ياثر على الجوهر، نحن راح نستمر لانه في عنا اهداف مشتركه، منها سير الدوله، منها سلاح حزب الله، منها المحكمة الدولية، منها إعادة بناء الدولة، كل هذه قضايا بعتقد مشتركة بيننا كلنا. بيبقى مشروع قانون الانتخاب بقدر ما منسرع ومنوصل لنتيجة بموضوع قانون الانتخاب منكون عالجنا هذا الأمر، بلسمنا الجرح، وكل جهدنا سينصب لإعادة تمتين وتفعيل تحالف 14 أذار اللي هو تحالف وطني وبعتقده أساس الاستقرار والسلام في لبنان. نعم. هل ترى هذا شيء إيجابي في الأزمة السورية أم مناورة جديدة؟ أنا بعتبر أنه الحل بالحوار من أجل التغيير بالطبع، مش من أجل إبقاء الوضع على حاله، من أجل التغيير، من أجل النظام الديمقراطي، تداول السلطة إلى ما هنالك بسوريا، هذا هو الأفضل، لأنه هذا اللي بيحفظ المؤسسات، لأن نحن بحاجة لسوريا مستقرة، مؤسساتها فاعلة، لأن هذا كمان بيخدم مصلحة لبنان، أمن لبنان واستقرار لبنان، أمن لبنان بيتأثر من الوضع في سوريا، فلذلك نحن نتأمل أنه يتوصلوا لحل، مثل ما عم نفهم في حوار بين واشنطن وموسكو، في حوار بين الأطراف أنفسهم للوصول إلى حل بالتفاوض، هذا هو الأفضل بالنسبة لنا، لأن نحن بنخشى إذا ما استمر الوضع يصفي الأصولية والتطرف هو سيد الموقف، وبالتالي يؤدي إلى نتيجة غير مستحبة، فلذلك منحبز الحل بالحوار بأسرع وقت، ينتهي هذا الواقع، يتغير القيادة في سوريا، ترجع المؤسسات تلعب دورها، وبالتالي هذا بعتقد إذا رجعت سوريا ديمقراطية حرة مع مبدأ تداول السلطة بتكون أفضل طرق لإقامة أطيب العلاقات، علاقات ندية بين لبنان وسوريا. شكرا. إذن مشاهدين الكرام، تابعنا المؤتمر الصحفي لرئيس أمين الجميل الذي تطرق بداية إلى تداعيات الفراغ والهتراء الأمني، داعيا إلى الإسراع في تطويق ما يحصل. أما بالنسبة إلى موضوع الحركة النقابية فعبر عن التضامن الكامل معها وعن ضرورة إيجاد إيرادات من مصادر متعددة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب كالخصخصة ومن خلال الأملاك البحرية والنهرية وغيرها. وتطرق الرئيس جميل أيضا إلى قانون الانتخابات الأرثوذكسي واصفا إياه بالمشحف بحق فريق سياسي، والآن يتم البحث للوصول إلى قانون توافقي بين جميع الأطراف. وختاما لفت إلى موضوع غير مقبول بالنسبة لسوريا وخاصة لعدم الحياد الإيجابي في هذا الإطار. هذا كان كل شيء، إلى اللقاء.